قدم وزير العدل والأمن الهولندي إيفو أوبستالتن ومستشاره فريد تيوين استقالتيهما من مهامهما في الوزارة عقب الكشف عن فضيحة تتعلق بتقديمهما معلومات مضللة إلى البرلمان عام 2001 بشأن تعويضات مالية حصل عليها من أحد أباطرة المخدرات. وأفاد أوبستيلتن في ذلك الوقت بأن مهرب المخدرات سيس هيلمان دفع مبلغا أقل من المبلغ الحقيقي، وأن وثيقة تفاصيل المبلغ المصرح بها من قبل تيوين الذي كان يشغل آنذاك منصب المدعي العام قد فقدت.